بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام، مشاهدي برنامج جريء على شاشة الصحة والجمال الفضائية المصرية. نبدأ بكلام الله. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. طبعا كل يوم أو كل حلقة أو كل ثانية أو كل دقيقة مصر بتتغير. مصر كل ثانية فيها تطوير على مستوى 27 محافظة. ناس كتير بتبعت لي بتقول لي يا أستاذ هاني من خلال الفيسبوك التواصل الاجتماعي أو من خلال الواتس، ليه محافظة السويس اللي انت بتجيبها في كل حلقة؟ أنا بعتز بمحافظة السويس اللي هي محافظتي، بلدي، أهل بلدي، بحب أجيب محافظتي. لو في أي جنب سلبي بجيبه عشان أجيب الإيجابي. وطبعا إعلامنا إعلام منهجي، إعلام بناء، بنبني بلدنا. ما بنيجي نجيب بنجيب الرأي والرأي الآخر، ما بنجيبش رأي وخلاص، أو ما بنجيبش حاجة سلبية وما بنجيبش الإيجابية بتاعتها. وطبعا أنا رديت على الناس، قلت لهم أنا اشتغلت بقالي النهاردة 9 سنين في مدينة الإنتاج الإعلامي، اشتغلت على الحدث اليوم، العاصمة، اشتغلت على قنوات كبيرة زي الصحة والجمال. بفضل الله كنا معاكم من يعني الصعيد الإسكندرية، وقلنا هنكون معاكم في كل شاشة وفي كل شارع وفي كل حلقة وفي كل برنامج. بفضل الله تعالى كنا بنجيب السلبي والإيجابي، وقلنا معاكم من الصعيد لإسكندرية، معاكم في كل شارع، في كل حارة، في كل زقاق، معاكم مع أي مسؤول بناخد الاستغاثة بتاعكم وبنخش بنخبط على المسؤول بفضل الله لحد لما نشوف حل أو بنجيب حل. والكلام ده كنا بقالنا 9 سنين. بقالي النهاردة سنة ولا سنة ونص شغال على محافظة السويس، علشان محافظة السويس كانت بعد الحروب مهمشة وما كانش في حد بيسأل فيها، وكنا على طول في مسكنات من الصرف الصحي. الشارع ده يضرب فيه المجاري، يضرب فيه الصرف الصحي، كنا بناخد مسكنات وما كانش فيه حلول. طبعا كل محافظ زي ما بنقول كل حلقة ليه ماليه وعليه ما عليه، هي موازنة. المحافظ بيمشي بموازنة، موازنة الصندوق بتاع المحافظة بيبقى ماشي على قده، هيجيب منين؟ لازم يمشي من صندوق المحافظة أو من أي عائد أو من أي حاجة جاية من الوزارات، هو بيمشي عليها السيد المحافظ. طبعا ربنا كرمنا منذ عامين ونصف مع السيد اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس. الراجل لسه موجود معانا في المحافظة، والنائب بتاعه الدكتور عبد الله رمضان، والسكرتير العام الأستاذ خالد سعداوي، والسكرتير المساعد المحافظة العميد إيهاب سراج. الناس برضو عاملين طفرة كبيرة في المحافظة، كل يوم في مشروع بيتم على أعلى مستوى. والسيد المحافظ طبعا ما بينزلش يتابع في أول مرة، لا، بينزل أول حاجة السكرتير المساعد والسكرتير العام، وبينزل النائب بتاعه الدكتور عبد الله رمضان، وهو بينزل طبعا بيشوف كل حاجة على الطبيعة. النهاردة الأربع معاد الحلقة بتاعتنا كنا في محافظة السويس. أنا كنت بكاميرا برنامج جريء مع السيد محافظ السويس في كفر حودة. كفر حودة ده بنطاق حي الأربعين في المحافظة. طبعا النهاردة الناس كانت بتقول اشمعنا المحافظ بيجمل بورتوفيق، أو بيجمل شارع الجيش، أو بيجمل أمام ديوان عام المحافظة، أو بيجمل أمام الاستاد. لا يا فندم، المحافظ النهاردة بقى بيخش الشوارع، بيخش الحواري، وهوريك الكلام ده من خلال تقرير خارجي. المحافظ كان في كفر حودة بنطاق حي الأربعين، هناك أهالينا في كفر حودة ليهم حق علينا، زي ما بنقول القطاع الريفي أهالينا ليهم حق علينا، برضو الناس اللي ساكنة في كفر حودة ليهم حق علينا، وأي مواطن في محافظة السويس ليه حق علينا. النهاردة المحافظ بقى بيخش الشوارع، بيخش الحواري الجانبية. السيد المحافظ النهاردة كان في كفر حودة بيتفقد طبعا في جولة ميدانية في بالجهاز التنفيذي في إحدى الشوارع هناك. دخل كفر حودة، لقى وهو بيبص على مشاريع الصرف الصحي وبيبص على مشاريع الرصف والكهرباء، الراجل بنفسه لقى يعني كابلات كهربائية طالعة على وش الأرض وعلى الحيطان، وطالعة من الكابلات كابلات مكسرة. يعني السيد المحافظ لما شاف المنظر ده قال المواطن ده ليه حق علينا، فين رئيس الحي، فين بتوع الكهرباء، دلوقتي حالا الحاجة دي تتغير، واخد تمام الصورة قبل وبعد. راجل فعال، راجل شغال، الراجل خايف على المواطنين
من الأفاعي الكهربائية اللي هي الكابلات تلدغ المواطن. يعني مش عاوزين نتكلم كتير، الناس شغالة. وطبعا كنا في الحلقة الماضية الناس قالت كانت في حادثة في أمام الكوبري الجديد، أربع شباب، طبعا الشباب كانوا نازلين من على الكوبري قدرهم وتوفوا. في طبعا هناك إدارة مرور السويس تحت تعليمات السيد المحافظ وتحت تعليمات السيد مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن السويس اللواء رجب عبد العال، والسيد مدير إدارة المرور وضباط المرور بالأفراد عملوا كمائن هناك على الجنبين، الجنب اللي جاي من القاهرة أو من مصر إيران، والجنب اللي رايح القاهرة، وفي لادرات هناك. فاللي بيزعل الواحد يعني إحنا كنا واقفين بنصور وبنشوف العربيات جاية بيعملوا كشافات النور كده، يعني زي بيقولوا الحق في حاجة ما تجريش على السرعة. طب ليه كده؟ ما إحنا عاوزين الناس تمشي عشان اما تشوف في غرامات ويعني الحوادث اللي بتحصل دي والناس اللي هي بتموت والناس اللي هي بتروح، يعني الناس تتعلم، يبقى في التزام، الناس تمشي على 60 تمشي على 40 تمشي على 65 ما تمشيش على 120 ما تمشيش على 140 ويفكروا بقى اللي هو طريق سريع. لا، ده في مواطنين بيعدوا. واحنا طبعا يعني صرح مصدر رفيع المستوى ان شاء الله يتم انشاء كوبري هناك من قبل الهيئة، كوبري مشاه للسادة المواطنين. يا جماعة سيبوا إدارة المرور تشتغل، سيبوا المسؤولين هناك يشتغلوا عشان ما تحصلش حوادث كتير والناس تروح والدماء على الأسفلت. الكلام اللي بيحصل ده هناك صحيح، والناس تقولك أصلك دي سبوبة لإدارة المرور. سبوبة إيه؟ المرور ما هو كده كده شغال، ده كمين محطوط ولادار بيصور السيارات اللي معدية السرعة الزائدة عشان ما حدش يتصاب ولا حد يتعور ولا حد يتجرح ولا حد يموت. لحد دلوقتي هناك الكمين شغال واحنا مصورينه ان شاء الله. يعني السيد المخرج لو معاه الصور بتاعت الكمائن اللي هي في المحافظ السويسري يعرضها لنا قبل ما نطلع حتى التقرير على يعني الطريق السريع اللي امام جامعة السويس وامام مدينة السلام 2 امام ابراهيم نافع، امام شارع ابراهيم نافع. هناك الناس واقفة بالتزام اللي هم ضباط المرور. احنا بنتكلم ليه؟ بنقول الامن الداخلي شغال، الامن الداخلي هناك شغال اهو، الصور تتحدث عن نفسها اهي امامنا، الصور على الشاشة. ده كمين 109 طبعا السيد قائد المرور رئيس مباحث المرور تحت تعليمات مدير الامن حللوا طبعا للسائقين وطلع في ناس عندهم مادة مخدرات والكلام ده. سيبوا بقى الامن الداخلي يشتغل، رجال المرور ومديرية الامن ورجال محافظة السويس اهو، احنا اللي مصورين الصور دي ولا حد بعتها لنا ولا الكلام ده، الصور تتحدث عن نفسها على الشاشة اهو امامنا، الناس بتعمل الكلام دي وهو مطبات صناعية. ايه اللي الناس تعمله تاني؟ الناس تقول لك اصلك دي سبوبه. سبوبه ايه يا عم؟ ما هو كده كده يعني قائد المرور كده كده شغال وهناك المحافظه شغاله، مستنيه كمين هيتعمل يبقى سبوبه؟ ولا عاجبكم كده ولا عاجبكم كده؟ يا جماعه عاوزين نشجع الناس دي، عاوزين نحافظ على الامن الداخلي اللي بينزل كده يقف في الشوارع. ادي الناس واقفه في الشارع بالليل وبالنهار، الكمين ده هناك بقى ثابت، اللي جاي من مصر ايران واللي رايح طريق مصر. وفي لادارات اهو بنقولها على الهوا، اللادار السرعه الزائده هيجيبها هتاخد الغرامه بتاعتك. الكمين اللي واقف ده هو اللي هيوقفك وهياخد رخصك. يا جماعه يا ريت يا ريت نحافظ على رجال الامن الداخلي ورجال اداره المرور هناك عشان نعرف نخف الدماء اللي بتبقى على الاسفلت. شبابنا بتروح هناك على الاسفلت، الناس بتروح، يبقى احنا نساعد الناس. احنا نزلنا بكاميرا برنامج جريء صورنا الناس دي عشان برضو نديها حقها ويبقى توعية للمواطنين. كمين اللي هناك ده اللي نازل من الكوبري واللي طالع الكوبري امام جامعة السويس وامام شارع ابراهيم نافع، الناس عملت لادرات تحت تعليمات السيد محافظ السويس والسيد مدير الامن وقائد المرور وضباط المرور هناك واقفين بالافراد بالجنود هناك طبعا واقفين هم بيحمونا في الساعة واحنا نايمين طبعا في البيوت، وبنقعد طبعا ماسكين التليفونات على التواصل الاجتماعي وصفحات الفيسبوك وعمالين بقى ننقد، مش نقد بناء خالص،
لا دي سبوبة للمرور، لا ده مش عارف ايه، كل واحد بقى محلل وقاعد على السرير متغطي ومتدفي وبيحلل التحليل اللي هو عاوزه. يا عم الناس دي واقفة في الشارع، الناس دي بتتعب، انزل شوف الناس دي، هتلاقي الناس دي فعلا تعبانة وواقفة في التلج وواقفة في الساعة، وتاني يوم اللي بيقف في الشمس. يا عم ساعدوا الناس دي، بلاش على طول اي حاجة مش عاجبة واحد يروح جايب حاجة ضدها، لا الناس دي واقفة بتخف الحوادث. بكده هنكون انتهينا من طبعا إدارة مرور السويس والكمائن اللي هي هناك. احنا بنقول تحية كبيرة للسيد محافظ السويس والسيد مدير الأمن والسادة ضباط مرور السويس على الروح العالية وعلى وقفهم بجانب المواطن السويسي. يا ريت السيد المخرج الأستاذ وليد لو تقرير السيد محافظ السويس جاهز نطلع نسمع محافظ السويس هيقول لنا إيه ونرجع تاني. السويس في جوله ميدانيه تفقديه مع السيد اللواء اركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس. مرحبا بك يا فندم. اهلا وسهلا بيك. حضرتك شايفك النهارده يعني بالجهاز التنفيذي داخل كفر حوضه تتفقد اعمال الصرف الصحي والرصف والكهرباء، كلمني النهارده يعني بسم الله الرحمن الرحيم. كفر حوضه دي من المناطق الفقيره جدا في السويس زي ما حضراتكم عارفين، مش فقيره يعني بمعنى يعني فقيره في الخدمات اللي كانت بتقدم لها. احنا بالاتفاق مع صندوق تطوير المناطق الغير مخططه اتفقنا وجبنا مبالغ وعملنا الصرف الصحي شغالين فيه وخلاص، او شطبنا جزء كبير منه 90% منه فاضل 10%، وبالتالي انا نازل عشان نستطلع الحال، لان بعد ما بنخلص الصرف الصحي بنعمل شبكه الكهرباء، وبعد شبكه الكهرباء بنخش على اعمال الرصف. فاللي انا بقوله ان احنا جايين عشان نشوف المنظر، اديكم شايفين المنظر حوالينا شكله ايه والدنيا شكلها ايه. على فكره انا مش زعلان من المنظر اللي حوالينا ده، لان هو دي مناطقنا ودي عيشتنا ودي ناسنا. احنا بس صوروا كويس المناطق وصوروا شكل الارض وصوروا شكل الدنيا عشان بعد ما نخلص تنزلوا تصوروا هنا وتعرفوا الفرق قد ايه. انا بقول للناس اللي ساكنه هنا والله ما هنسيب حاجه الا ما نعملها لكم بشكل جيد محترم تخليكم مبسوطين وسعداء، وان شاء الله الخير والسعاده يا رب. طبعا التقرير يتحدث عن نفسه. سمعنا السيد محافظ السويس قال ايه؟ قال والله هنرضي كل المواطنين طبعا بنطاق كفر حوده، وهو اصلا ما سجلت معاه قال لي انا مش هسيب السويس الا ما اخلي السويس عروسه البحر الاحمر تاني.
يعني الراجل مش مقصر. وشفنا مشروع إحلال وتجديد الصرف الصحي بكفر حودة هناك أحد المقاولين طبعا شركة الكرم الحاج كرم عقيل وشركة الإيمان طبعا الحاج خلف عقبة، والناس هناك يعني عاملين طفرة كبيرة طبعا. والقائد الزعيم المدير المهندس محمود زهرة رئيس قطاع شركة القابضة هناك لمياه الشرب والصرف الصحي بالسويس، الراجل برضو عمل طفرة كبيرة، وكل مشروع بيقف طبعا على رأس المشروع وبيشوف ايه اللي بيتم هناك. شفنا الصور هناك تتحدث عن نفسها، شفنا المشروع الصرف الصحي اللي بيتم الانتهاء منه في كفر حودة، وشفنا في السادات يعني حاجة جميلة بنشكر السيد الوزير المحافظ عليها، وشفنا الجهاز التنفيذي كله من كهرباء لصرف صحي لرصف لكل حاجة هناك موجودة مع السيد المحافظ. بعد الانتهاء على طول من الجولة التفقدية بيدي تعليماته، مش عاجبه الكهرباء دي تتغير، الكشافات دي مش عاجبه تتغير، الكابلات، الرصف. صراحة حاجة جميلة، حاجة محترمة. والسادة المقاولين برضو هناك يعني احنا الحمد لله بنقدم لهم الشكر من برنامج جريء، بنقول لهم يعني مجهود عالي، بياخدوا المشروع في سنة بيسلموه في 6 شهور، يعني حاجة بقت محترمة وحاجة بقت جميلة في محافظة السويس، بنشكر السيد المحافظ عليها. خلصنا طبعا من الصرف الصحي ومن الكهرباء يعني ومن الرصف. عندنا بقى معانا يعني دلوقتي المهندس محمود أبو زهرة رئيس قطاع الشركة القابضة للمياه الشرب والصرف الصحي بالسويس. مرحب بيك يا باشمهندس. أهلا بيك يا فندم. مرحب بيك باشمهندس. احنا كنا في كفر حودة النهاردة في السادات مع السيد الوزير المحافظ، وطبعا سجلنا معاه، والراجل اتكلم عن مشروع إحلال وتجديد الصرف الصحي بكفر حودة والسادات، وقال انا مش هسيب المناطق هناك الا اما راضي كل مواطن هناك. كلمني ايه اللي تم النهارده. إيه لا، هو اللي تم بيتم من 3 اشهر احنا شغالين هناك. إيه انت عارف معالي الوزير عبد المجيد صقر، واتعاملت معاه، ما عندوش حاجه اسمها حلول انصاف الحلول. تمام. هو كان في مشاكل كتير طبعا في منطقه كفر حودة، وكان دائما الطفح المجاري، فجبنا وكان تعليمات واضحه عاوز احل المشكله نهائيا. نعم. عملنا الدراسات بتاعتنا، وهناك حاليا بتنفذ 4 كيلو مد شبكات اقطار مختلفه، بتبدا من 10 بوصه حتى 16 بوصه. الشبكه اللي هناك كانت كلها 9 بوصه و7 بوصه. وكان الوضع في كفر حودة ان بعد 2011 لحد الفتره من 2013 حصل تمدد عمراني افقي ورأسي بطريقه عشوائيه، وزادت الاحمال على الشبكه، وكان في خط رئيسي واحد هو ده اللي بيخدم المنطقه كلها. فكنا فكرنا كله ان احنا عملنا توزيع احمال، انشأنا خط 16 بوصه ليخدم لمنطقه السادات وكفر عطيه ومستقبل حودة وصلاح خيل، ودي خدناه ودخلنا بيه على المحطه على طول. تمام. والمنطقه الثانيه اللي هي منطقه كفر حودة وجسر الترعه دي عملنا لها خط برضو 500 مللي 16 بوصه، ودخلنا بيه برضو وعربطناه على دخول المحطه على طول، وتم عمل تجديد شامل للمحطه. النهارده خلصنا 90%، خلال شهرين ان شاء الله هتكون خالصه المنطقه بالكامل. منطقه مساكن السادات اللي كلنا كنا سامعين عنها دائمه الطفح دي، تمام، هتتغير بالكامل من غرف تفتيش، وصلات منازل، خطوط رئيسيه، كلها هتتغير. النهارده تخش كفر حودة متغيره 360 درجه. بصراحه اللي بيحصل في السويس ما بيحصلش في محافظة تانية، لان انت حضرتك انت بتتكلم على منطقة كفر حودة. No. لا، في شغل في شارع احمد ماهر. تمام. احنا ابتدينا نخش المناطق المزدحمة القديمة اللي فيها مشاكل، يعني لو هتيجي شارع الخليلية ومنطقة سوق الانصاري. تمام. حاليا بيتم فيها شغل. المنطقة الصناعية حضرتك يمكن جيت صورت معانا فيها، بيتم فيها شغل. تمام. عرب المعمل خلصت،
محافظة السويس بيتعمل فيها شبكة تصريف مياه أمطار بالكامل. لا هي هو في طفرة كبيرة يا باشمهندس في محافظة السويس، طفرة من الصرف الصراحة يعني. اللواء عبد المجيد صقري كان حاطط عينه على مشاكل الصرف الصحي، وابتدينا لأن أنت عارف إن كانت محافظة السويس من المحافظات المهمشة ومنسية، يعني أجدد شبكة صرف صحي فيها بقى لها 30 سنة. نعم نعم. وكلها خطوط أفقية وفي زيادة سكانية وفي توسع عمراني، فما قابلهاش أي تطوير في الشبكة. فجينا بنعمل بنية تحتية جديدة في السويس حاليا في الصرف الصحي. يعني نقول يا باشمهندس اللي جاي أحسن. اللي جاي أحسن بكتير إن شاء الله. وأنا برضو عايز أطمن أهل السويس كلها طب. إن السنة دي بالنسبة للأمطار والسيول، لا احنا مستعدين عن السنة اللي فاتت بكتير 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 جدا ان شاء الله. خير عمل شر خير جامد قوي يا فندم. خير ان شاء الله. اشكرك ونبارك لأهل السويس على إن شاء اللي الله. بيحصل وربنا يخليك يا فندم. اشكرك يخليك. اشكرك يا باشمهندس اشكرك. شرفت. كان معنا المهندس محمود زهرة رئيس قطاع الشركة القابضة للمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة. الراجل شرح كل حاجة من خلال المداخلة الهاتفية. كده بنطمن شعب السويس البطل العظيم، بلد الصمود، بلد البواسل، بلد المصانع. يعني مهما أقول عن محافظتي اللي أنا بعشقها وبحبها وبنزل بكاميرا برنامج الجريء وبرصد الأمر أو التغطية على المباشر عشان أنا بحب بلدي، غير بقى الناس اللي قاعدة ونايمة على السراير ولا قاعدين على الكافيهات أو القهاوي. ده مش بتاعي، هم ليهم شغل وانا ليا شغل. انا معرفش اقعد على سريري ولا اقعد في مكتب ولا اقعد الكلام ده وانقل خبر ولا اخد صوره واقول حصري حاجه مش بتاعتي اسرقها. لا، احنا اعلامنا من خلال برنامج الجريء وفريق عمل برنامج الجريء، احنا اعلامنا اعلام منهجي، اعلام بناء، بنبني بلدنا، بننزل بالكاميرا بنبث مباشر عشان نطمن شعب السويس البطل. يا ريت بقى يعني السيد المخرج لو معاك تقرير عن محافظة السويس بطريق الخدمة بنطاق حي عتاقة، عاوزين نسمع التقرير عشان نرجع نعلق عليه عشان السويس فعلا بتفرح بالخضرة هناك. قابلنا الأستاذ عادل خشانة رئيس جهاز التجميل والحدائق، وقابلنا هناك طبعا الحاج جمال معاه المقاول اللي هو ماسك الخضرة هناك، وسجلنا مع السيد محافظ السويس قال في تقرير سابق اللي مش هتبقى في رملة صفر هنا، كل دي هتبقى خضرة. وفعلا الراجل يعني قال الكلمة ووفى ووعد ووفى بالوعد بتاعه. يا ريت يا أستاذ وليد طلعني للتقرير من طريق الخدمة ونرجع تاني. كنا وعدنا واحنا شغالين في طريق الخدمه اللي هناك ان احنا هنعمل طريق خدمه هنا. ادي الوعد بتاعنا بيتحقق على الارض، ما بنقولش كلام وما بيتحققش، بيتحقق على الارض لعده اهداف. الهدف الاولاني انه خدمه المجتمع السكاني بتاع اهل السويس. الهدف رقم اثنين ان احنا فرحانين وسعداء ان عندنا كليه طب جامعه السويس، وادي المستشفى الجامعي لجامعه السويس. فبالتالي دول محتاجين طريق خدمه يخش لهم ويطلع لهم ويؤدي الخدمات عندهم. والعملية مش قصر على كلية الطب بس، لا ده هيبقى عندنا فيها كلية صيدلة، وهيبقى عندنا فيها كلية تمريض، وهيبقى فيها عندنا كلية طب أسنان. فإذا احنا بنتكلم عن مجمع كليات كامل بعدد طلبة كبير هنا، بعدد أساتذة كبير هنا. فبالتالي طريق الخدمة دول هيبقى حيوي جدا، وإن شاء الله رب العالمين احنا مدين وعد ان احنا هنخليه معلوش نقطة صفر، وإن شاء الله رب العالمين هيتحقق اللي احنا عايزينه دون بوجودكم، وان شاء الله مش هنوقف الا يوم ما نمشي من السويس. والسويس احسن محافظه، والسويس اجمل محافظه. كل اللي مطلوب هقولها كمان مره ان اللي يتعمل في السويس الناس تحافظ عليه ليهم ليهم ليهم. اشكرك يا فندم. النهارده سعدني وشرفني على هواء مباشر معايا الاستاذ عادل خشانه رئيس جهاز التجميل والحدائق بمحافظه السويس. مرحبا بيك يا استاذ عادل. مرحبا بيك يا فندم، شرفتونا واسعدتونا. معايا طبعا الحاج جمال احد مقاولي محافظه السويس طبعا للزرع وبلاط الانترلق، حاجه محترمه جدا. مرحبا بك يا حاج جمال. اهلا وسهلا يا فندم، مرحبا بك. نبدا طبعا بالاستاذ عادل رئيس جهاز الحدائق بمحافظه السويس.
الراجل عمل طفره كبيره في المحافظه، يعني منذ شهور، مش هنقول منذ سنين، منذ شهور السويس نورت من الخضره جمال. يعني الواحد بقى ينزل يعني يا دوب بيقلع بس النضاره كده بيبص يلاقي حاجه جميله قدامه. مرحب بيك يا استاذ عادل. مرحبا بيك يا فندم. استاذ عادل كلمني النهارده، السويس بقت بتتغير، السويس بقت في الاحسن، السويس بقت تتجمل، كل يوم بقى في جديد تحت تعليمات وتوجيهات السيد اللواء اركان حرب عبد المجيد صقر والدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ والسكرتير العام الاستاذ خالد سعداوي والعميد اهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظه والجهاز التنفيذي، وطبعا النهارده الساده المقاولين. يعني المشكله بتطرح نفسها على الشارع السويس، بياخدوا يعني الخضره او بياخدوا الشارع في سنه في سنه ونص، بيسلموا في ست شهور في سبع شهور، بقت حاجه جميله. كلمني النهارده المحافظه. والله حضرتك زي ما قلت كده، تعليمات الساده المحافظ يختفي اللون الاصفر من مدخل مدينه السويس، وحسب توجيهاته احنا منفذين لهذا الدور، وزي ما حضرتك شايف والكاميرا بتصور شغالين في جانب عتاقه، واللون الاخضر بيكس شغالين بنستكمل الزرع، بنستكمل اعمال الانترلوك، بنظهر المظهر الجمالي لمدينه السويس. حضرتك شايف تحت الكوبري المنطقه كلها بتتعمل انترلوك، شغالين في كل الجهات حسب توجيهات سعادته باللون الاخضر. ايدينا في ايد سعادته، منفذين لكل تعليماته، وان شاء الله احنا كسويس همنا جدا ان السويس تبقى جميله جميله جميله، وان شاء الله تبقى اجمل. الشارع او الجانب اللي هو جانب عطاقه اللي هو طريق الخدمه كان مأوى للكلاب الضاله، للحشرات، للمصانع بترمي او الفنادق بترمي فيها لو مؤاخذه الزباله، كانت يعني وتراب يعني زي الكاميرا يا ريت تتحدث عن نفسها. النهارده انا شايف الطريق بيتجمل من رصف الاناره لبلاط انترلوك، ممر للمواطن، الخضره زي ما احنا شايفين امامنا. كلمني على الطريق ده. الطريق ده زي ما حضرتك قلت بالظبط، كان مقلب قمامه، كان مأوى كلاب ضله، مأوى الحشرات كتير. حسب التعليمات مجرد ما رسل العطاء على الحاج جمال مقاول بدأنا فورا في التنفيذ، جرفنا الارض وشلنا رفعنا كل المخلفات دي وجهزنا الارض للشغل، وزي ما حضرتك شايف جميع المعدات شغاله. بدانا بعد ما جهزنا الارض عملنا الجانب المدني الانترلوك، دخلنا في الجانب الزراعي، دلوقتي شغالين في النجيله الخضراء، ونجيله من انظف انواع النجيله وارقى انواع النجيله الموجوده في مصر بنجيبها وبنزرع بيها. يا استاذ عادل ناكد على المواطن السويسي الاصيل التوعيه ونقول لهم حاجه دي من المكتسبات بتاعتكم. والله احنا دايما بنقول في كل يمكن في كل لقاء مع سعادتك بنقول لشعب السويس دي مكتسبات ليكم ودي منفذ ليكم ودي حاجه جميله لحضراتكم هتستمتعوا بيها جميعا، عشان كده نطلب حافظوا عليها، حافظوا على مكتسباتكم. يمكن سياده المحافظ موجود، لم يطرأ على فكرة اي محافظ اخر هذا الفكر الجميل ده بصراحه. طب احنا نحترم رغبه الراجل ده انه بيعمل لنا حاجه كويسه وحاجه جميله ونحافظ عليها، لان احنا كده بالفعل بنعمل مظهر حضاري جميل للسويس، وزي ما قال حضرته ان شاء الله هتبقى من اجمل محافظه على مستوى 27 محافظه. كلمني انت على الكلام ده. والله احنا بدانا بتوجيهات السيد الوزير ومعانا طاقم الاشراف ومعانا رئيس الجهاز، فبدأنا إن شاء الله السنة اللي فاتت خدنا سويسة واحد وسويسة اتنين وخدنا الجانب اليمين اللي هو فيصل. السنة دي بدأنا من الزهراء لحد مدخل مصر إيران، ده بتوجيهاتهم برضو إن احنا نجمله انترلوك وبندورة ونجيلة زي ما حضرتك شايف أو الكاميرا بتاعت حضرتك بتصور. هنا احنا بادئين في يعني من شهر 9 إن شاء الله، المفروض ان احنا مدتنا في 4 بس ان شاء الله هنخلص على اخر 12 او في اول شهر 1 هنكون مشطبين الاعمال كلها تمام. بقى للمواطن اللي عايش في السويس او المواطن السويسي، انا بقول له بس حافظ على الحاجه اللي احنا عملناها عشان دي بتاعتك. يعني احنا ما لناش ايه، بعد ما بنسلم الشغل بنقول له حافظ عليه عشان دي حاجتك، واحنا مش عايزين حاجة غير ان احنا بنتعاود مع الشعب، بنتعاود مع الناس. طيب الاستاذ جمال يعني حاج جمال الاستاذ عادل الخشانة كان دلوقتي بيتكلم عن اداء عملك والكلام ده، نقول ايه بقى للاستاذ عادل الخشانة؟ نقول ايه للجهاز الناس اللي شغالة؟ هم واقفين معانا ال 24 ساعة. تمام. بصراحة طقم احنا ما شفناش زيه.
جهاز التجميل والحدائق. جهاز التجميل والحدائق من رئيس جهاز لمهندسها لعمالة، كل الجهاز بصراحة بيشتغل بميرد الله. التقرير يتحدث عن نفسه، السيد المحافظ قال ايه؟ السويس بدون رمال صفرة، يعني الراجل قال السويس بدون رمال صفرة، وكان منذ شهرين التقرير ده انا اللي عامله معاه بنفسي في طريق الخدمة بنطاق حي عطاقة بالمحافظة. اتكلم في التقرير قال اخر حاجة هتشوفوها الرمال دي، وان شاء الله تعالوا صوروا تاني هتشوفوا منظر تاني. نزلنا بكاميرا برنامج الجريء قبل امس على ارض الواقع على الطبيعة، شفنا المنظر فعلا بدون رمال. السيد المحافظ وعد ووفى، وامامنا اهو المنظر يتحدث عن نفسه من طريق الخدمة، بلاط الانترلوك بيركب، الارصفة مرة للمواطنين. طبعا شايفين المنظر ده اللي احنا بنشوفه، انا سافرت كتير برا، رحت اوكرانيا ورحت الامارات والسعودية ولبنان، لفيت برا دول العالم العربية والاوروبية، كنا بنشوف فعلا المناظر دي، المناظر اللي احنا شايفينها في محافظة السويس دي في دول اوروبا والدول العربية برا. السيد المحافظ عمل امام المساكن جناين وحدائق للمواطنين، بنقول للمواطنين من خلال شاشة الصحة والجمال وبرنامج الجريء يا ريت نحافظ على المنظر الجميل ده، نساعد الناس. احنا كنا مع رئيس جهاز التجميل والحدائق الأستاذ عادل خشانة، الراجل اللي عمل طفرة كبيرة منذ شهور في المحافظة والمنظر يتحدث عن نفسه، وكنا طبعا مع الحاج جمال أحد مقاولي هناك، طبعا بلاط الأنترلوك والنجيلة والدنيا الحلوة اللي هناك دي، زي ما احنا شايفين كده احنا اللي مصورين المنظر بكاميرا برنامج الجريء. هي دي السويس، دي السويس اللي الواحد كان كل دقيقة بيتكلم يا جماعة السويس مهمشة، يا جماعة السويس فيها كلاب ضالة، يا جماعة السويس السويس. النهاردة حصل طفرة كبيرة من بنية تحتية لبنية أساسية لرصف الكهرباء لحدائق لجناين. السويس النهاردة تتفنن بالنوافير بالزرع بالورد، حاجة جميلة جدا. يعني السويس تعود من جديد عروس البحر الأحمر، زي ما السيد المحافظ في كل لقاء مع برنامج الجريء بيوعد وبيوفي أهو، زي ما احنا شايفين هي دي محافظة السويس، اللون اللبني اللون الأبيض في الأرصفة. شايفين الناس بتصحى من الساعة 6 الصبح ماسكين الخرطوم كده حتى يعني دخول الليل عليهم، هناك الناس ما بتنامش، شغل جد، شغل رجالة، شغل ناس محترمة. السويس بتتغير، السويس بقت في الأحسن. والسيد المحافظ وأنا بسجل معاه بيقول لي احنا لسه ما عملناش حاجة، يعني كل اللي بيحصل ده وكل اللي بيتعمل أمامنا ده على الشاشة ولسه الراجل ما عملش حاجة، يبقى احنا بقى نساعده ونساعد رجال الأمن الداخلي ونساعد رجال الجهاز التنفيذي ونساعد الناس هناك عشان نبني السويس من جديد. ادي محافظة السويس أمامنا اهي، المنظر يتحدث عن نفسه. طبعا احنا بعد الثورة ما عندناش ولا ثقافة تعامل ولا سياسة أداء، كل واحد بيتكلم يعني على الفيسبوك باللغة بتاعته على النطق بتاعه، أي واحد بيشوف أي منظر بينزله خلاص. طب يا عم ما أنت بتنزل المنظر السيء، تعال بقى صور المناظر الجمالية دي، ما هيديد طفرة برضو في المحافظة، نساعد بقى ما نتكلمش وخلاص. مش كل واحد معاه فيسبوك ولا كل واحد جاب تليفون ولا عمل صفحة فيسبوك تواصل اجتماعي يقعد ينقد في المسؤول. يا جماعة بلاش النقد اللي غير بناء، انقد نقد بناء، ابن بلدك، شفت حاجة جميلة الواجب عليك اللي انت تظهرها، زي ما احنا بنعمل كده. ممكن نجيب منظر سيء وممكن نجيب منظر جميل، كل مصلحة فيها الصالح وفيها الطالح، في ناس مش شغالة في ناس شغالة، نساعد بقى احنا الناس اللي شغالة عشان نبني البلد. محافظة السويس في المقدمة، محافظة السويس في الأحسن، محافظة السويس زي ما قال المحافظ بدون رمال. التقرير اللي أنا عرضته مع السيد المحافظ ده كان منذ شهرين، قال صور السويس أهي عشان هتبقى بدون رمال. نزلنا قبل أمس على أرض الواقع
سجلنا مع رئيس جهاز التجميل والنظافه وسجلنا مع المقاول الحاج جمال، ويعني السويس اتغيرت. انا معايا من محافظه السويس على الهاتف الحاج اسماعيل رضوان صاحب شركات الرضوان بالمحافظه. مرحب بيك يا حاج اسماعيل. مرحب بيك يا زياني. حاج اسماعيل، احنا كنا بنتكلم دلوقتي عن محافظه السويس والتطوير اللي حصل. طبعا مش هنقول السويس بس، مصر كلها بتتغير على 27 محافظة تحت تعليمات الرئيس السيسي. طبعا في طفرة كبيرة على مستوى 27 محافظة. الله عز وجل، اللي احنا شايفينه في جمهورية مصر العربية من ناحية توجيهات السيد رئيس الجمهورية احنا ما شفناهوش من حوالي 30 سنة صراحة. ما فيش حتة في مصر بنمشي فيها شايفين كباري وشايفين شوارع وشايفين طرق وشايفين خير كتير جدا ومساكن والجبال اتعمرت والميه دخلت جميع المناطق ومفيش مكان سيادة الرئيس سايبه راح غير ما بيعمل فيه شغل. ودي حاجة في وش مصر، يعني حاجة كبيرة 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 ما حدش عملها من 30 سنة. يا حاج اسماعيل، احنا عرضنا من محافظة السويس مشاريع كبيرة هناك، من صرف صحي لبنية تحتية لرصف لجناين لحدائق تحت تعليمات اللواء عبد المجيد صقر. كلمني على المحافظة. والله يا أستاذ زياني، اللي بيعمله سيادة الوزير عبد المجيد صقر صراحة حاجة يعني من الإنجازات العالمية اللي مفيش محافظ عملها من 25 سنة لغاية النهاردة في بلدنا. شوارع وصرف صحي وبنية تحتية وكهرباء وأرصفة وجناين وشغل داخلي في جميع الخمس أحياء من حواري الشوارع، حاجة عالية جدا جدا جدا. يعني احنا مش هنعرف نوفي سيادة المحافظ والطاقم التنفيذي اللي معاه حقه مهما نقول صراحة. احنا ما شفناش اللي اتعمل في البلد دي من 25 سنة. طيب بعد الجمال اللي احنا شفناه في المحافظة، نوعي المواطنين بإيه؟ الحفاظ على المكتسبات بتاعتهم. والله يا استاذ زياني، احنا بنناشد شعب السويس الشعب الطيب ان هم يحافظوا على مقتنيات البلد وعلى الجناين اللي سياده المحافظ تعبان فيها هو والفريق اللي معاه والشوارع والصرف الصحي وبلاش كتابه على الاسوار وبلاش لزق على الحيطان. يعني عايزين بلدنا تبقى جميله عشان تشرفنا قدام الاغراب اللي بيجوا فيها. عشان انت ادرى واحد ان ال 27 محافظه قاعدين في السويس. طبعا يعني مش طبعاً. احنا بس اللي قاعدين فيها، ال 27 محافظه شغالين عندنا هنا. نعم. ان سياده المحافظ شايل 27 محافظه في محافظه واحده. المفروض اللي احنا نقف بقى مع الجهاز التنفيذي والسيد المحافظ، كل رجال الاعمال في المحافظه تقف معاه. طبعا اي راجل في السويس منها او مش منها يقف بروحه وبقلبه وبكل ما يملك لمؤاخذه عشان البلد تبان في مظهر جميل ومظهر لبق قدام الجمهوريه كلها. ان المحافظه ديت فيها يعني اغنى المصانع واغنى الشركات وفيها جميع المصالح اللي فيها شباب الجمهوريه كلها شغالين فيها. يعني احنا قدام بصوره احسن. يعني يا حاج اسماعيل، السويس بتتغير. طبعا لدرجه 2000%. اشكرك حاج اسماعيل، شرفت. اشكرك يا فندم. طبعا كان معانا الحاج اسماعيل رضوان راعي الغلابه بالمحافظه واحدى رجال الاعمال بالمحافظه. طبعا الراجل اتكلم عن محافظه السويس وقال السويس فيها، هي محافظه وفيها 26 محافظه، يعني 27 محافظه داخل المحافظه. ناس هناك طبعا اللي شغالين في مصانع، اللي شغالين في قطاع العين السخنه. يا ريت بقى بعد اللي احنا شفناه على الشاشه وبعد مداخله الحاج اسماعيل، يعني بنناشد المواطن السويسي الحفاظ على المكتسبات، ودي المكتسبات بتاعتكم. السيد المحافظ النهارده قاعد مش قاعد، هاني قاعد مش قاعد، الحاجه دي بتاعتكم انتم والاولادكم، يا ريت نحافظ عليها. احنا بنشوف رحنا شرم الشيخ، رحنا الغردقه، رحنا هنا بنشوف المواطن لو جاي من بره من خارج مصر لو معاه ورقه صغيره كده بيمسك الورقه في ايده يطبقها لحد ما يمشي مشوار عشان يشوف سله اللي هي بتاعت القمامه عشان يرمي فيها الورقه. دي يعني انا مش قادر اقول ايه بالظبط. الناس اللي بتقعد في الجناين والحدائق العامه
بيجيبوا علب البيتزا وبيجيبوا علب الكشري وبيجيبوا الكلام ده ويقعدوا ياكلوا، بعد ما ياكلوا يرموا في الجناين. اللي قال الكلام ده الناس الغلابة اللي هم شغالين في جهاز التجميل والحدائق وجهاز التجميل والنظافة بالمحافظة. الناس الغلابة اللي بتقوم الصبح الساعة 6 بتشوف شغلها، بيتعبوا، الناس دي بتتعب، بتنزل تلاقي زبالة وقشر لب والكلام ده. وأنا بقول لأي عامل على الهواء مباشرة من خلال برنامج الجريء، أي عامل في جهاز التجميل والنظافة أو في جهاز التجميل والحدائق، أنتم فوق دماغنا وخادم القوم سيدهم، ما تزعلوش، احنا هنعمل مناشدة على الهواء مباشر للسادة المواطنين اللي بترمي يعني الأكل وبترمي قشر اللب وبترمي الكلام ده. احنا يا ريت نحافظ على بلدنا. وعيب قوي على الشباب اللي بتمشي في الشارع، عشان جات لي اكتر من استغاثة من خلال التواصل الاجتماعي فيسبوك، يعني عيب الشباب اللي بتمشي في الشارع وتمسك الطوب وتقعد تضرب في عمال التجميل والنظافة الناس اللي كبيرة في السن، عيب. يا ريت نبقى محترمين عن كده ونبقى عندنا وعي، وده زي والدك او زي اخوك الكبير وشغال في عمله وبيخدمك. يا ابني يا اللي بتمشي في الشارع، يا اللي بتمسك الطوبة، يا اللي بتضرب عامل النظافة، خادم القوم سيدهم. يا ابني ده انت تروح تقبل راسه، ده انت تروح تطبطب عليه مش تضربه بالطوب، ما ينفعش الكلام ده. يا ريت اي اب اي ام في البيت سمع البرنامج وسمع الكلام اللي انا بقوله تنبه على اولادنا، نخلي بالنا من اولادنا شويه، يكون عندنا ثقافه في التعامل، ثقافه مواطن كده. مش هينفع اللي بيحصل في الشارع، ما ينفعش، الناس دي بتخدمنا. احنا معانا على الهواء مباشر الدكتور محمد البهواشي، يعني من محافظة السويس، الصديق والأخ الدكتور محمد البهواشي، الباحث الاقتصادي بكلية الاقتصاد بجامعة السويس. مرحب بيك يا دكتور محمد. يا أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ هاني. مرحب بيك دكتور محمد. احنا كنا عرضنا إنجازات وعرضنا مشاريع كبيرة عن الصرف الصحي والبنية التحتية والحدائق العامة بمحافظة السويس، وكنا عارضين تقارير للسيد اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس والجهاز التنفيذي وإحدى المقاولين في المحافظة. كلمني عن محافظة السويس. طبعا أنا بداية برحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين، وبخص طبعا ذكر طبعا بلدي السويس. حضرتك لما نشوف السويس هي نموذج مصغر للجمهورية كلها، رؤية القيادة السياسية المتمثلة في سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي أعطى الضوء الأخضر لسيادة اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اللي بيطبق نفس الرؤية اللي احنا يعني لما اتكلم بشكل اقتصادي، برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي قامت بيه الدولة ما كانش إصلاح اقتصادي فقط، هو زي ما بقول كان زي ما بندور على الاقتصاد من خلال سياسات نقدية ومالية، بدور على الإصلاح الهيكلي من خلال إعادة تأهيل أو إحلال وتجديد للبنية التحتية، والهدف الأكبر الحماية المجتمعية أو الحماية الاجتماعية، النهوض بمستوى المعيشة للمواطن. الكلام دوت إحنا شاهدناه دلوقتي على أرض السويس، لما نشوفها كنموذج على مستوى الجمهورية هي نموذج النهاردة ملموس على أرض الواقع، ولا ينكر هذه الحقيقة إلا جاحد. فالنهاردة لما نشوف زي ما حضرتك أظهرت في التقرير اللي شبكات الصرف الصحي اللي دخلت الحواري والكفور، من النهارده ما بقاش فيه المسكنات، النهارده بقى فيه العلاج الاساسي، النهارده بحل واجدد شبكه صرف صحي في اماكن ما كانش فيها صرف صحي بالمره. المشاكل اللي كانت بتمر بيها السويس من خلال الطفح المجاري والتراكمات اللي كانت موجوده، لانه ارث قديم بصراحه، يعني سياده اللواء عبد المجيد صقر الله يكون في عونه، هو جه على ارث قديم وقس تقيل. الخدمات كانت طبعا ما فيش خدمات الفتره الماضيه، والامور متهالكه، شبكات متهالكه، بنيه تحتيه ضايعه، شبكات طرق كانت يعني امور متدنيه جدا. النهارده بنشهد طفره في البنيه التحتيه دي، شبكات الطرق داخل المحافظه، ما فيش بقى النهارده، ما بتكلمش عشان المحافظه بس، لا، شبكات الطرق في زغام، في السلام، من اول السلام لحد ال40 للكفور، للقطاع الريفي تقريبا
يعني في الخمس احياء فيهم شغل في نفس الوقت ومتزامن مع نفس الوقت. دكتور محمد، هو السيد الوزير المحافظ كان مصرح لبرنامج الجريء كذا تقرير اللي هو يعني بيتم على ارض محافظه السويس 27 مشروع من عرب المعمل للقطاع الريفي للاربعين للسويس للحرفيين على مستوى الخمس احياء. صحيح، ما هو اللي حضرتك النهارده الموضوع يعني العمل متزامن على كافه القطاعات في المحافظه، في الخمس احياء كلهم فيهم شغل وفي نفس الوقت. فده برضو زي ما حضرتك برضو بتقول للساده المقاولين المنفذين والجهاز التنفيذي ان احنا برضو في سرعه في الانجاز، ويمكن بقى متزامن او متواكب دوت مع رؤيه الدوله ان هي سرعه في الانجاز ودقه في العمل. مع يعني ده شاهدناه اللي فيه يعني الامور ماشيه بشكل جديد جدا النهارده اللي فعلا فعلا يا دكتور. انا هقطع حضرتك، النهارده المقاولين هناك وانا بسجل معاهم وشفت يعني يفط مكتوبه بياخدوا مثلا المقاوله في سنه ونص بيخلصوها مثلا في 8 شهور، بياخدوها في سنه بيخلصوها في 6 شهور، وفي اللي بيخلص في 4 شهور. انجاز كبير هناك في المحافظه. انجاز، وزيد على ده كمان الكفاءه. النهارده بقى في جهات رقابيه على في التنفيذ وفي التسليم، في متابعه. يعني احنا يمكن شاهدنا في التصوير بتاع حضرتك الافراد من القوات المسلحه من جهاز الخدمه بتتابع نفسها، اللي برضه يمكن سياده المحافظ بتوجيهات القياده السياسيه كلفت الرقابه الاداريه بالاشراف على الاستلام. فده كله النهارده يعني لما بقول بشكل اقتصادي هو ده هي دي التنميه المستدامه. النهارده انا بدور على حق الاجيال القادمه، مش النهارده بعمل مشروع ويبوظ بكره، ده الحق الاجيال القادمه. ان انا النهارده المصروف اللي انا هصرفه النهارده ده حق ابنائي وابناء حضرتك واحفادي. النهارده المشروع المفروض ما يخلصش في خمس ست سنين يكون منتهي، لا، انا النهارده بديله صلاحيه ان هو يوصل لاحفادي ويكمل باذن الله. نعم. طيب عاوزين توعية من حضرتك بقى للسادة المواطنين بعد المنظر الجمالي اللي شاهدناه من خلال التقرير، وشفنا السويس بتتغير من رصف الكهرباء وتتفنن من نوافير وورود، عاوزين توعية من حضرتك. طبعا احنا كشعب السويس كلنا احنا كنا بنعاني من الاهمال، او بنقول ان احنا محدش باصص للسويس ومفيش حاجه بتتعمل في السويس والسويس مهدره ومهمله. النهارده لما الاقي حد بيبتدي خطوه، والنهارده ما بقتش خطوه بصراحه، هي بقت في خطوات بتتعمل واللي جاي افضل. فالنهارده اللي اتعمل دوت ده من جيبي ومن جيب حضرتك ومن جيب كل الشعب دوت من خلال برامج الاصلاح الاقتصادي اللي احنا كل الناس يعني زي ما سياده الرئيس قال اللي تحمل تكلفتها هو المواطن البسيط. فالنهارده اللي بيتعمل ده من عرقك انت، فالنهارده انت اولى بيه بالحفاظ عليه. النهارده شاهدنا في الصيف الماضي الجناين اللي اتعملت من اول المميز لحد السلام كانت متنفس للناس بشكل كبير، والناس لمسته وفرحت بيه. النهارده احنا حق علينا او واجب علينا ان احنا نحافظ على الكلام ده، لان دي مكتسباتنا اللي احنا طلعنا بيها، وباذن الله تكمل ونكمل بيها ان شاء الله. الباحث الاقتصادي والأخ العزيز والصديق العزيز الدكتور محمد البهواشي ابن محافظة السويس، منور الفضائيات ومشرفنا على الفضائيات المصرية، أشكرك. طبعا سمعنا الدكتور محمد البهواشي ابن محافظة السويس قال إيه عن الاقتصاد بالمحافظة، والراجل يعني اتكلم عن الاقتصاد واتكلم عن بنية تحتية واتكلم عن السويس بتتغير كتير قوي. وبكده يعني انتهينا من تقارير الحلقة والمداخلات الهاتفية. طبعا في عجالة قبل ما ننهي الحلقة، طبعا فريق الإعداد بشكره والمخرج بشكره، وبشكر إدارة القناة، وبشكر الأستاذ عبد الحميد توفيق رئيس القناة، الراجل المحترم اللي أنا بعزه بعيد عن البرنامج والقناة خالص، راجل محترم فعلا وعلى خلق، الأستاذ عبد الحميد توفيق رئيس القناة. واستاذ احمد نصر عشان ما يزعلش رئيس تحرير البرنامج عندي اللي هو كل شويه عمال يزعلني الحق فلان كتب الحق فلان عمل، معلش بس السيد المخرج هنتكلم بس في عجاله. يا استاذ احمد يا نصر بقول لك على الهوى، اللي يكتب يكتب، واللي يعمل صفحات مضروبه يعمل صفحات مضروبه، واللي يعلق على صدره كتابه يعلق. احنا بفضل الله برنامج الجريء او هاني وارس مقدم برنامج الجريء يعني ولا على راسه بطحة حد هيعرف يحسس عليها، ولا عينه من إزاز حد هيعرف يكسرها له، ولا إيديا متعورة حد هيعرف يلويها. وبنقول للناس اللي بتعمل الصفحات أو اللي بتكتب على التواصل الاجتماعي وتقصدنا بالكلام بس من غير أسماء، بنقول لا تأسفن على غدر الزمان
لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب. لا تأسفن على والله مش عاوز اكمل بقى كلاب ولا تحسبنا ولا الكلام ده عشان محدش يزعل مننا ويقول اللي احنا بنغلط في حد، عشان بس نكمل الحلقة للآخر وبكده هنكون انتهينا من الحلقة. يا احمد ما تبعتليش حاجة بعد اذنك، يعني انا ماشي البرنامج بتاعي ماشي ماشي ببركة ربنا، واحنا بننزل بكاميرا برنامج الجريء وبننزل بنبث المباشر، مش عاوزين بقى نقول قدام السادة المشاهدين ما لهمش ذنب يقعدوا يسمعوا في مقولة ويسمعوا الكلاب ويسمعوا الكلام ده، احنا قلناها 20 مرة واحنا تعبنا، فالواحد اصلا مش عاوز يتكلم كتير. بنقول للناس دي اللي عاوز يعمل حاجة ويقول حاجة يقولها، واخر كلامي الله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.